مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنا. وأول ما نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم قال الله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأقسم الله سبحانه وتعالى بأدوات القراءة والكتابة، فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. وكفى بالعلم شرفا وفخرا أن الله أثنى على العلماء بقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والشاعر الحكيم بيقول: وما الفخر إلا لأهل العلم، فإنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر المرء ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحيا الله قلوبنا جميعا بنور العلم، ومنحنا الله مع العلم الفهم. كتير قوي عنده المعلومة لكن ما عندوش توظيف المعلومة، كتير قوي عنده العلم لكن ما عندوش فهم المعلومة. وما جيبش الكلام ده من عند ربنا، قال في القرآن الكريم عن نبي الله سليمان: ففهمناها سليمان، رزقنا الله وإياكم الفهم. مشاهدي الكرام، أتناول مع حضراتكم جميعا ومع ضيوفي الأعزاء الكرام في هذا اللقاء موضوع العلم والتعليم وتربية الأبناء. الكرام، في أول هذا اللقاء أرحب بضيوفي الأعزاء، أرحب بفضيلة الشيخ محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بك سيدنا. أهلا ومرحبا بسيادة الزعيم والسادة المشاهدين. كما أرحب أيضا بفضيلة الدكتور محسن أبو النيل من علماء وزارة الأوقاف. أهلا، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ رضا عبد المنعم مترجم الإشارة الزميل العزيز. يعني دعني أبدأ بفضيلة الدكتور محسن وأتكلم عن العلم، وإن والعلم ده من ضمن المقومات التي منحها الله لأبينا آدم عليه السلام حتى يمهد له العيش على الأرض والمسير على الأرض. فأنا عايز إلقاء الضوء من القرآن الكريم على موضوع العلم والتعليم، وأبقى أروح بقى للشيخ محمد وأربط بين العلم والتربية. حتى أنا عندنا وزارة التربية والتعليم، فهناك صحيح صلة ما بين التربية والتعليم، لكن دعنا أولا نأتي بالآيات القرآنية التي تتحدث عن فضل العلم والعلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على كعبة العلم وعرش المحامد، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن صار على نهجهم من أمتنا الإسلامية إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني حينما نذكر قصة آدم عليه السلام، قال: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان سيدنا آدم عليه السلام يتعلم طريقة الأسماء وعرض الأسماء حتى يسميهم لمر البشر. أيضا قال الحق سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرق كبير شاسع بين أمة نهضت بعلمائها وأمة أخرى لم تنهض لأنها ليست لديها علماء. والعلماء ليسوا في العلم الشرعي فقط، بل في كل مجالات وشتى الحياة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني في بعض الدول حينما نراها تقدمت ونسأل عن سر تقدمها، لأنهم يعني أعملوا كل جوانب الحياة في العلوم، علم الشرعي، العلم الاجتماعي، علم الاقتصاد. في دول نهضت بعلم الاجتماع، سيكولوجية الإنسان ومعرفة الحياة الاجتماعية، الحياة الريفية، الحياة الحضرية. ارتقت هذه الأمم بالعلماء. هو أحيانا دكتور محسن العلم يبقى ضر؟ يعني مثلا الأمم التي تنتج القنابل الذرية والمفاعلات النووية التي تبيد البشر، هل هذا علم نفع ينفع ولا علم مذموم؟ علم يضر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. حتى يسأل عن أربع. وفي الأربعة دول وعن علمه ماذا فعل به، هل قدم هذا العلم للخير أم قدمه للشر؟ يعني نفع البشرية ولا ضر بالبشرية؟ نعم، هيسأل عن هذا العلم. قال صحيح. الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعلماء لهم مكانة كبيرة كما قلت حضرتك في آية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم أكثر خشية من الله. وأنا زي ما قلت، لا تقدم للدول ولا للمجتمعات إلا بهؤلاء العلماء في شتى مجالات صحيح. الحياة. يعني هاخد من طرف كلامك فضل الدكتور محسن وهرجع إلى سيدنا الشيخ محمد غنيم وقول لحضرتك: هناك صلة وثيقة وعلاقة وطيدة ما بين العلم والتعليم وتربية الأبناء، مدام هنعلم. حتى احنا عندنا الوزارة اسمها التربية والتعليم، فقدمت التربية على التعليم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال له ربه في بداية الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بداية، العلماء هم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافي. قال النبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السماء: ناداني ربي وقال لي: يا محمد، مر أمتك أن يكرموا ثلاث: الوالد والعالم وحامل القرآن، مرهم يا محمد أن يكرموهم ولا يهينوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم أو يهينهم. يا محمد، إذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وأراضيني حتى الحيتان في البحار. يا محمد، إن الجنة تشتاق إلى ثلاث: أنت وصاحبيك أبي بكر وعمر وحامل القرآن. ولكن حضرتك تفضلت وقلت أن هناك وزارة السلام ووزارة التربية والتعليم، نهيك عن ذلك. أن البيت هو الأساس الأول واللبنة الأولى في التعليم والتربية، فيجب أن يكون الأب على قدر المسؤولية فيما يعول من أولاده في التعليم والتربية. ولذلك لما ذهب رجل إلى سيدنا عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن ولدي يعقني، فذهب سيدنا عمر وجاء بالولد وسأله: يا بني، لماذا تعق أباك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أليس لي حق كما أن لأبي علي حق؟ قال: نعم. قال: فما حق على أبي؟ قال: أن يختار أمك، وهذا في أساس التربية: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها وحسبها ونسبها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقال له: اختار أمك، ثم بعد ذلك يسميك بأفضل الأسماء. فقال له: لقد سماني جعرة أو جعرانة، وأن يعلمك شيئا من كتاب الله. فقال: لم يعلمني شيئا من كتاب الله. فقال له سيدنا عمر: لقد عققت ولدك قبل أن يعوق. نعم، يعني هاخد من طرف كلامك ده شيء جميل قوي، وإن الأسرة عليها عامل رئيسي كبير في تربية الأولاد على منهج التعليم القرآني وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مشاهدي الكرام، ابقوا معي حتى عودتي من الفاصل. عدنا لكم مشاهدي الكرام من جديد، وكنت بقول لحضراتكم قبل خروجي من الفاصل إن إحنا الأسرة نفسها عليها عامل رئيسي. وهرجع للدكتور محسن وأقول لحضرتك، يعني أنا أفتكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب المثل للأسرة التي تعلم وتربي التربية العملية فعلا، لما كان يأكل الغلام معه وقال النبي عليه وسلم له: يا غلام، كل بيمين، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أليس هذا الحديث إشارة إلى دور الأسرة في المجتمع وتوجيه أولادها وتربية أبنائها على المنهج القرآني الصحيح الوسطي الجميل؟ يعني هذا الحديث فعلا حضرتك يعني وجهت نظري أنا شخصيا لمعلومة عظيمة جدا. كأنه تعليم للصغار: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كنا صغارا كانوا يعني دايما يعلمونا لما يكون في ضيف: خلي بالك، احترم هذا الضيف، اوعى تمد ايدك امام منه. لما نكون في مكان ما ورايحين في عزومه: خلي بالك. دي تعاليم لابد ان كل اب يخلي باله منها. صحيح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والاب راع في اهل بيته ومسؤول عن هذه الرعيه. وكفى بالمرء اثما ان يضيع ما يعول. فتعليم الاباء هي النقطه الاولى لكل تعليم. نعلمهم حتى ازاي يحبوا التعليم، لان الاستاذنا الشيخ الفاضل بيتكلم على ان غياب التربيه وغياب الرقابه الاسريه في قصه التعليم. وحتى الاولاد نفسهم يقول لك: احنا نتعلم هنخرج نعمل ايه؟ بدا عندهم هذه الثقافه. لا، ده انا اقول له: خلي بالك، اوعى تيأس، خلي بالك، كمل، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ثم ابين له قصه ابن عباس مثلا. سيدنا ابن عباس ده يعني مثال لكل طالب علم ولكل أب عاوز يعلم أولاد. احنا لما أهلينا كانوا بيودونا نحفظ القرآن الكريم كنا بننضرب كتير عشان نحفظ القرآن يعني. لو غبنا يوم من هذا الكتاب في القرية عندنا مشكلة كبيرة جدا. فسيدنا ابن عباس المحبطون كانوا عاوزين يحبطوه. قال للشاب: تعالى يا شاب،
لنتعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا وهنتعلم نعمل ايه بالعلم ده؟ أتظن أن الناس في احتياجة إلى هذا العلم يا ابن عباس؟ ابن عباس لم ييأس وظل يقاوم حتى كان يسافر يمينا ويسارا ليسمع حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يتحلى أيضا بآداب طالب العلم، وخرج في سبيل الله من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم يلتزم أيضا بآداب طالب العلم، فلا يطرق الباب على معلمه، فلربما معلمه يكون في حاجة في أهل بيته نائم ويقول كنت أذهب إليه وأبسط ردائي فيخرج علي في الصباح فيقول ما هذا يا ابن العباس، وإذ بالرمال قد أتت على ابن عباس وما يائس ولا أحبط، فإذ به يقول له علمت أنك حفظت عن رسول الله حديثا؟ فقال له هل أعلمتني يا ابن العباس حتى أتيت أنا إليك؟ أنا أحق بالمجيء إليك يا ابن العباس كونه قرشيا، كونه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذ به بعد مدة من الزمان ابن عباس يدخل عليه طلاب الحديث من هذه الجهة، وطلاب الفقه من هذه الجهة، وطلاب التفسير من هذه الجهة. فلما رآه الشاب اللي كان عاوز يحبطه وكان عاوز ييأسه قال مقولة يعني عظيمة جدا، كان هذا الفتى أعقل منا. مش كده وبس، لم يذكر التاريخ اسم هذا الشاب، بل ذكر ابن عباس إلى يوم القيامة. صحيح، بسبب العلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن الثلاثة دول عمل علم ينتفع به. نعم. يعني هنتقل من كلامك دكتور محسن إلى فضيلة الشيخ محمد، وأنتم تعملون بوزارة الأوقاف، وطبعا أنا عايز أجيب دور المؤسسات العلمية في تربية الأبناء. إحنا عندنا مؤسسات كتير، عندنا مؤسسة الأوقاف، مؤسسة الإفتاء، مؤسسة الأزهر الشريف، مؤسسة أيضا الموضوع دور الثقافة في تنمية عقول شبابنا وتثقيف شبابنا في مجتمعنا. فأنا عايز أقول دور المؤسسات في التربية والتعليم. هذا أمر جيد في هذه الأيام. نعم. مع البروتوكول السياسي الذي يحيا به رئيس الجمهورية الآن في وزارة الأوقاف والإفتاء والأزهر، وأنت ترى يعني هناك اجتهادات واسعة عاد في حق الطفل الآن في المساجد، فيه دورات تثقيفية في المعسكرات. نعم. في ندوات، كان آخر لقاء مع سير وزير الأوقاف في الوادي الجديد مع الشباب، ندوات على أعلى مستوى تبين المخاطر والشبهات التي تحوم حول كثير من الأمور حتى يستقر الذهن والعقل والبدن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤسسات عندما تكون فيها متكافؤ ويكون فيها تضافر واعتصام ويكون كل يلعب في دوره بوعي وثقافة وعلم، نجد أن الجيل إن شاء الله يعني يبقى جيل سوي، جيل يمتاز بالعلم والأخلاق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل مع أسرى غزوة بدر، أن الواحد كان يفدي نفسه ليس بالمال، أن يعلم 10 من الصحابة الكرام. صحيح. العلوم، وكما تفضل دكتور محسن، سن الإمام الشافعي قال العلم علمان، علم دنيوي وعلم أخروي، فلا نجهل هذا على ذاك. حضرتك تفضلت وقلت أن في بعض العلوم الضارة هي ليس ضارة، ولكن هذه علوم تدافع عن أضرار تجلب على المجتمع. ولذلك نجد أن سلمان الفارسي في حربه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة الكرام ليس عندهم عهد بالقتال، فأمر على رسول الله بحفر الخندق. صحيح. حتى يذوب عن المسلمين. طيب هناخد من طرف كلامك فضيلة الشيخ محمد غنيم، واقول لحضرتك يعني عشان بس المشاهد ما يفكرش ان نتكلم عن العلم الديني فقط، وطبعا هو اشرف العلوم لانه يستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا عايزين نقول احنا عايزين برضو الطبيب المصري الماهر، واحنا عندنا نماذج جميله يعني دكتور يعقوب مجدي يعقوب بتاع القلب من امهر الاطباء بفتخر بيهم، عندنا دكتور احمد زويل رحمه الله، يعني في العلوم الذريه نماذج نفتخر بها حتى في عصر المعاصر، في عندنا في حتى في الكلى محمد غنيم. طيب يعني والقوله مركز غنيم في المنصوره بالضبط. طب انا عايزين نقول يعني بس ان احنا مش عايزين نتكلم عن العلم الديني فقط، وانما جميع العلوم التي تخدم البشريه وتهدف الى اعمار الارض وابقاء الحياه الانسانيه. مولانا فضيله الدكتور محسن، عايز اقول لك
التواصل الاجتماعي بقت مشكله كبيره. أيوه. كل الناس معاها تليفونات، وكل الناس النهارده لها مواقع خاصه وبتخش على السوشيال ميديا. انا عايز اقول كيف يعني دور الاسره هنا في توضيح المفاهيم الخاطئه وتصحيح هذه المفاهيم لدى الابناء. جميل جدا. انا مبسوط من السؤال ده قوي قوي. ليه؟ لان كنت بتابع من اسبوع تقريبا كده يعني حاجات كده على اليوتيوب، فوجدت اسره من انجلترا بتصرخ بتقول خلي بالكم من ولادكم عبر السوشيال ميديا بيبيحوا لهم امور يعني الاخلاقيات الاجتماعيه الاوروبيه رفضاها. في دلوقتي يا استاذنا الفاضل حاجه اسمها تيك توك تقريبا. ليه؟ التيك توك اللي هو الحاجه دي ما دلوقتي عاد عباره عن كل طفل ماسك البرنامج ده وبيتعلم فيه. وفي حاجات كمان بدات تخش في الالحاد وتدخلهم كمان في الامور اللي هي محرمه في الشريعه الاسلاميه زي المثليه والى غير ذلك عبر اعلانات وعبر كرتون بيتعرض امام الاولاد. دور العلم هنا من الاباء للابناء كبير جدا جدا. ابن اللي ماسك موبايل وهو عنده 5 سنين تتشكل عنده ثقافة إن الحلال حرام والحرام حلال، مشكلة كبيرة جدا وهنسأل عن ذلك يوم القيامة. السوشيال ميديا كمان بدأت تنشر الفتاوى الضالة، الفتاوى اللي هي بتدعو للخراب والدمار والقتل. السوشيال ميديا بدأت تنشر كمان أحيانا، أنا بقول مش كل السوشيال ميديا، في بعض المواقع المنحرفة بدأت تنشر ما يسمى بالإلحاد والتطرف الديني. بس طب ما هي احنا عاملين نقول امراض، احنا عايزين علاج بقى، يعني علاج هذه الامراض من الرقابه الاسريه. ابني لما يجي يقول لي حرام 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 ابتدي اقول له انت عرفت كلمه حرام دي منين؟ طب انت بتتابع شيخ مين؟ طب انت بتسمع لمين؟ طب هات لي كده الفيسبوك اللي انت بتتابعه يجيب لي مثلا شيخ تبع الجماعات المتشدده. اقول له لا خلي بالك احذر، احنا عندنا جماعه عندنا ائمه وعندنا علماء في وزاره الاوقاف والازهر وسطيين معتدلين بينشروا العلم الوسطي للناس. لما يجي شاب يقول لي ما فيش ربنا، انت شفت منين هذا الكلام وسمعت منين؟ ده الراجل ده بيقول ما فيش ربنا. يجي حتى منكر السنه، حتى الفكر الاعتزالي بدا يتنشر عبر السوشيال ميديا. فالاباء عليهم دور كبير جدا في الرقابه، اسمها الرقابه الاسريه. وعاوز اقول على حاجه كمان يا استاذنا. العالم هو أغنى أهل الأرض. العالم في أي مجال هو أغنى أهل الأرض، مش اللي معاه فلوس. لأن بعض الناس يقول لك أنا معايا فلوس، لا لا. في بعض الناس ما بيحترموش العلماء لأنه فقير، لا ليس لديه مال. نحن نقول له العالم هو أغنى أهل الأرض بعلمه، والدليل على ذلك إن حضرتك قلت الإمام علي قال ما الفخر إلا لأهل العلم فإنهم، لم يقل لأهل المال. صحيح. ما الفخر إلا لأهل العلم فإنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاء. طب ليه ليه؟ قال لك ففوز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس صحيح. موتى وأهل العلم أحياء. أحياء في الكتب اللي احنا بنقرأها إلى الآن، في أئمة تجاوزت أعمارهم ميتين 1200 عام وما زلنا نذكرهم. صحيح. فالكلمة دي مهمة جدا عشان الشباب في بدايته العلميه بيبقى فقير، لا ان شاء الله الغنى هياتي من عند الله. نعم. وان لم ياتي الغنى المادي فاعلم انك غني بمادتك العلميه التي تجود بها على الناس بفضل الله، فمن نعم. كان عنده فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له. نعم، فتح الله لك دكتور محسن. وننتقل الى فضيله الشيخ محمد غنيم، وما زلنا في هذه المشكله. يمكن دار الافتاء المصريه كان لها مؤتمر جميل وحضروا سفراء ووزراء من العالم ودول مختلفه اوروبيه وعربيه، وعشان مواجهة التطرف والإرهاب، وأيضا الذين يفتون بغير علم أو يحملون النصوص على غير معانيها. وإحنا بنلاقي فعلا والدول كلها يعني بتنفر من هذا الكلام اللي هو موضوع الفكر المتجمد أو المتحجر. لكن أنا عايز أقول برضو النهاردة الناس بقت تطلق على جوجل، يقول لك إيه الشيخ جوجل، أنا سمعتها كثير، يقول لك اسأل جوجل. جميل، في معلومات بتبقى صحيحه وفي مواقع بتحط معلومات خاطئه وفي مواقع بتحط معلومات كاذبه. ازاي الاب هيبقى عليه دور والام عليها دور؟ الاب النهارده في شغله وفي عمله، النهارده الام في بيتها. طب ازاي هم هيعملوا كنترول، خلينا نسميه بقى كنترول، على الابناء لحفظ الافكار وحفظ العقول؟ لابد وان نتفق سويا والساده المشاهدين ان مواقع التواصل الاجتماعي لن تنتهي، وأن هذا الأمر أصبح أمراً ملحاً في البيوت. يعني هذا الأمر ما أقدرش أخذ من ابني ده منتشر في البيوت كلها. ولكن بقى أنا كدوري إيه بقى؟ لازم أفكر خارج السلوم. أولاً تواجدي في البيت يكون كثير. لو أن الأب عنده وقت فراغ لا يستغل هذا الوقت في شيء حرمه الله، قاعد على الكافيه، قاعد في مكان
والرسول يقول نعمتان مغبوب فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان إذا وجد نفسه في البيت هناك مراقبة معنوية، أنا بقولش في عقوبة، أنا بقول معنوية، وهذا ما قاله علم النفس وعلم الاجتماع. أكون قاعد في البيت، الأولاد لابد أن يعرفوا أن هناك حساب في هذا الأمر. يبقى تواجد الأب في البيت بصفة مستمرة في وقت غير العمل بيحد من هذا الأمر. ثانيا، أصنع لأولادي أشياء تلهيهم عن هذا الأمر، بمعنى مسابقات، جميل، أعمل دورات ثقافية، أجلس مع أولادي وأناقشهم في أمر اقتصادي مش أمر ديني، أمر اجتماعي، نتفرج على إحدى قنوات الأخبار ونحلل بعض الأمور التي تؤدي إلى انهيار أمة. صحيح. لازم أفكر خارج الصندوق. الطفل الصغير أحاول أن أحجب عنه هذه الشاشة بستة طرق، بمعنى ألعاب، أذهب إلى النادي، أترك موبايلي أمام أولادي وأغلقه لوقت مدة ساعتين. لازم أفكر خارج الصندوق، لأننا لو منعت هذا الأمر هيذهبوا إلى مكان آخر وينظرون إليه. وقالوا في الأمثال أن الممنوع مرغوب. مرغوب. صحيح. فهذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع التربية. ذهب النبي ذات يوم لكي يزور صحابي مع زوجتي، وكان لهم ولد. فقالت الأم الولدية ائتي إلي وأعطيك حلوى. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. أنا أقول لأولادي وأنا أفعل. أصبحت الأسرة عبارة عن موائد على الكراسي فقط. الكل يمسك هاتفه الذكي ويتحدث. حتى بعض الأمور الآن في البيت الواحد تطلب عن طريق الواتس أو عن طريق الماسنجر. صحيح. لو أننا لغينا هذا الأمر وجلسنا كما جلس آباءنا قديما وأمهاتنا بالفطرة، ربينا جيلا يحترم كيفية أن هناك حلال وحرام. نعم. مشاهدي الكرام، أنا بظن صوتي لفضلة الشيخ محمد غنيم والدكتور محسن، وبقول لك ربط الأولاد وتربية الأولاد حتى بربطهم بالتاريخ، إنك تقعد مثلا بتتفرج على برنامج تاريخي، ممكن أروح بيهم الأهرامات أعرفهم بالميادين يا أخي حتى القديمة، لما أروح مثلا ميدان عابدين وأحكي لهم ده أصل عابدين، ده مثلا شارع كذا، ده أصل محمد علي. كل هذه الأمور تربط الإنسان وتعلمه وتربيه كيف تثبت فيه الهوية المصرية وكيف تربيه الأخلاق الإسلامية والعربية. يعني أنا أفتكر وأختم لك الحلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سيدنا عبد الله بن الزبير كان صغير، وبعدين سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه كان صاحبه وكان صغير هو كمان، فلما كبروا الاثنين سيدنا الحسين قبل سيدنا عبد الله بن الزبير فيفكروا بموقف مع النبي، لأنه اترسخ في نفسه وفي عقله، فبيقول له فاكر يا عبد الله بن الزبير؟ قال له فاكر يا حسين. قالوا لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب على بغلتي، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خدني أنا الحسين وأجلسني أمامه ثم تركك أنت. فسيدنا عبد الله بن الزبير ضحك وقال له يا فكرتنا في زمان، بس أنت واهن يا ابن علي، الرسول ما سبنيش، الرسول أجلسك أمامه ثم أخذني أنا ووضعني على كتفي، فظللت أضرب بقدمي كتفك، أنا بخبط برجلي في كتفك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إياك ورأس أخيك، إياك ورأس أخيك. هذه شوف موقف بسيط اتعلق به الأبناء، وإحنا برضو عايزين كده، عايزين نعلق أولادنا ونربيهم على التربية الدينية والنشأ الصالح، لازم أن يكون بتربيتهم وإثبات الهوية المصرية وتعلقهم أيضا بتاريخ مصر اللي ملوش جذور ملوش فروع واللي ملوش قديم ملوش حديث. سعدت مشاهدي الكرام بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء عن التعليم والتعلم وتربية الأبناء، وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم لضيوفي الكرام في هذا، أتقدم إلى خالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك على هذا اللقاء يا سيدي. كما تقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الدكتور محسن أبو النيل من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير أيضا لزميلي الكريم مترجم الإشارة رضا عبد المنعم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.